افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي الرابع لتكنولوجيا المختبرات تحت شعار تحويل كفاءة المختبر إلى قيمة أساسية. مراحل تتسم بالدقة في الصنع، وقد نطلق عليها الديناميكية إنجاز الوصف. وأسمى ما قد يشار إليه اليوم هي عملية استخراج النفط ووصولا به إلى مادة الخام، ليفرض هذا الإنتاج وجوده في الأسواق العالمية منافسا على حسن الجودة التي تبنى على حداثة التقنيات المستخدمة في المختبرات بمصافي التكرير، ليطل علينا المؤتمر والمعرض العالمي الرابع لتكنولوجيا المختبرات. المعرض يعنى المختبرات في القطاع الصناعي وبالذات في قطاع النفط والغاز. المختبرات وجودها وتجهيزها بأحدث الأجهزة شيء مهم، أولا لضمان جودة المنتجات، ثانيا لسلامة العاملين والموظفين كذلك، ولها استخدامات في قطاع الاستكشاف والإنتاج في فحص الصخور ومعرفة يعني مكوناتها إلى آخره، في التكرير كذلك معرفة المركبات في البترول ومشتقات البترول من غازولين وديزل إلى آخره، وله كذلك في الأبحاث. فيعنى بهذا القطاع، وقطاع مهم وحيوي وأساسي في قطاع النفط. عديد من الشركات النفطية سارعت إلى حجز مكانها بين سلسلة العارضين لأحدث التقنيات والأجهزة الحديثة المتطورة التي تحتاجها المعامل والمختبرات البترولية والبتروكيميائية، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات والتجارب وقصص النجاح في مجال التكرير ونقل التقنية الحديثة في صناعة المختبرات والصناعات الكيميائية. وجود المختبرات أخرى معنا في هذا المجال يعطينا الفرصة إلى نتبادل معهم المعلومات والمشورة حول طرق عمل المختبر والاطلاع على الأجهزة والتكنولوجيا الحديثة وتطبيقها عندنا. هدف المشاركات عندنا لزيادة الترابط بين دول الخليج، نشر ثقافة البحث العلمي وارتباطها في تكنولوجيا في المختبرات. يعني المؤتمر هذا مهم بالنسبة لنا جدا، يعني احنا نهتم بالمختبر. ليش؟ لأنه مصداقية المنتج حتكون دائما أهم شيء فيها، أنه يكون عندك اختبارات صحيحة وفي الوقت المناسب، وتساعدك على التطوير لإنتاج منتجات جديدة. المؤتمر والمعرض يؤكدان على أهمية ثقافة البيئة والصحة والسلامة المهنية بين البلدان المنتجة للنفط والأخذ بأحدث التقنيات في القطاع النفطي، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تطوير القطاع النفطي والمساهمة في تحسين نوعية المنتجات. من النسخة الرابعة لتكنولوجيا المختبرات وتحديداً أهمية المختبرات في الشركات النفطية وما تحتاجه من تكنولوجيا حديثة لرفع مستوى الأداء والكفاءة في الشركات النفطية، وهذا ما سلط الضوء عليه المؤتمر. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.